لحظة مهمة. ولكن الان مدام السيد المدير الاقليمي عنده التزام، فما لي الا شكر اولا على تشريفنا بالحضور في هذا اليوم السعيد، وان اقول له انا دائما رهن اشاره المديريه الاقليميه في كل ما يمكن ان نقدمه لها من خدمات ذات طابع تربوي، فمرحبا وشكرا جزيلا. هذا عمل دخل في الريسيكلاج، ثقافة التطوير، ولكن فيها شوية حماسة فنية. هذا شوف سبحان الله العظيم، الإنسان يسر كيسر بلا بديل. هذا راه تخدم في الليل باش يوجد اليوم الصبح. نتمنى أن يرزقنا الله المزيد من العمر والصحة لنعمل من أجل الآخرين قبل أن نعمل من أجل أنفسنا. طيلة هذا التاريخ ما كان لأحقق ما